شفنا الراجل دافع عن الارض ودافع عن العرض وكانت مصر ليها هيبه. ما شفناش دوله زي اثيوبيا النهارده راحت تبني سد النهضه ومش عامله اعتبار لمصر. وشفناه لما طلع قال لو السد النهضه اتحط فيه قالب طوبه انا هدمره بالطيران المصري. النهارده اثيوبيا ماضيه في بناء السد وقربت تخلصه ومش شايفين اي رد فعل من الحكومه المصريه ولا من القياده المصريه. شايفين ان في جزيرتين مع مصر من سنه 48 النهارده شايفين ان هم بيروحوا للسعوديه. فالكلام ده طبعا ما ينفعش. الكلام ده مزعل مصر كلها. شايفين النهارده ارتفاع في اسعار الكهرباء، شايفين ارتفاع في اسعار الميه، شايفين ارتفاع في المعيشه. النهارده المواطن مش قادر يقاوم، وشايفين ان في ركود في السوق المصري، وشايفين ان في ركود في المصانع، وشايفين المصانع بتقفل وبتصفي. فالنهارده البطاله زادت والناس تعبانه. احنا النهارده اللي مخلينا قادرين نتحرك شويه والناس قادره تسد على مصاريف اكلها وشربها وتعرف تفتح بيوتها، الكم مليار اللي كان سايبهم حسني مبارك لما مشي في البنك المركزي المصري، هما دولت اللي احنا بنسحب منهم. انما قالوا على حرامي وقالوا على نظامه فاسد، مش الحرامي ومش الفسده، ومع ذلك المفروض بقى نشوف تحسن ونشوف ال 58 مليار او ال 57 مليار اللي كان سايبهم الرئيس مبارك يزيدوا. احنا شايفين النهارده البنك المركزي ما فيهوش 12 مليار، الفلوس كلها راحت. طب امال في ايه بقى؟ يبقى فين بقى كان حرامي وفين كان فاسد؟ ازاي؟ يعني بالعقل كده مش شايفين ان الكلام ده يعني اللي هم قالوه مظبوط.